السلام عليكم. أعضاء مجموعة البساتين الزراعية ولا أعضاء مجموعة الأشجار المثمرة والفروق الاستوائية ولا أعضاء مجموعة تعلم الزراعة وترقيم الأشجار المثمرة، هنا راكم تشوفوا رانا في ولاد فهيد، منطقة ولاد فهيد. هذا مستفير عنده 2 هكتارات وحاجة، حب يدير جنان يعني خاص به، حاب يدير بستان يعني وين يجي هو يلقى راحته مع العائلة تاعو في هذا البستان. هو شرط لي شرط، قال لي انا نحب في اي نهار في السنة ندخل لهذا البستان تاعي نلقى شجرة مثمرة يعني ينحي ثمار، يعني من جانفي حتى ديسمبر يجي في اي نهار يلقى ثمار. قلت له مش مشكلة، نحقق لك احنا الرغبة تاعك باذن الله. هاك تشوف رانا نحيي الظروف في الأرضية، وهو حب الجنان يكون منظم وملصق، يعني حاجة اوتستاندينغ، يعني حاجة تري فور. وهذا المستثمر يعني ميسور الحال، هو قال لك دير لي أحسن أنواع الأشجار المثمرة وخدمها لي بأحسن التقنيات وخدم لي هنايا جنان كي ندخل نصيب روحي مرتاح. حنا نحضروا له في الارضيه نسكنوا فيها نسوي فيها باش تتم الحرث هذه اللي منا حرثناها. راك تشوف هي مازال خدمه، يعني مازال الغارس ولي بريز فونت ولي كارياج الى غير ذلك، والديكوراسيون هنايا تاع الدخله باشجار الزينه المتعدده اللي عندنا، وكيف كيف نديروها ديكوراسيون بلي فلور باستعمال لي بيرغولا تاعنا عدة أنواع. كما نبنيو لهم هنا إن شاء الله بربي يعني بيت بالخشب وين يكون فيه من يستراح، يعني منطقة خاصة للشواء إلى غير ذلك. هذه الأمور كامل تتبع البستان هذا، كيف كيف نظام السقي حيكون بأحدث الوسائل يعني التقنية والتكنولوجية، بحيث أن هذا صاحب هذا البستان يقدر يسقيه حتى ويكون مسافر خارج الجزائر، يكون في أي دولة في العالم يقدر يستعمل الهاتف النقال ويسقي الجنان تاعو. راك تشوف فيها كيف راهي، إن شاء الله مع الوقت نطوروها بإذن الله، تطور مليح مليح، وراح نوفوكم بكل المراحل مرحلة بعد مرحلة حتى آخر مرحلة إن شاء الله.